في إطار نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية في فبراير الماضي، وجلسة المباحثات التي عقدها سموه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني مركز المستثمر السعودي بمقر الوزارة ببوابة المرفأ المالي. ويأتي تدشين مركز المستثمر السعودي في سياق المخرجات التي حققتها زيارة سمو ولي العهد للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث ثمن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حرص سموه على الدفع بالمبادرات الاقتصادية في المملكة ترسيخا لجسور التعاون بين مملكة البحرين وأشقائها في دول الخليج العربي، فيما يصب في دعم السوق الخليجية المشتركة بما يعزز القطاعات التجارية والصناعية والتبادل التجاري فيما بينها. سعدنا اليوم بافتتاح مركز المستثمر السعودي بحضور معالي سفير المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين، ويأتي افتتاح هذا المركز من اهتمام مملكة البحرين بالمستثمر السعودي سواء في الشركات التجارية أو الصناعية أو حتى في سوق المال في البورصة. ولدت هذه الفكرة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد في خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وقدمنا مقترح متكامل بهذه الفكرة، لاقى بالإعجاب من الإخوان في المملكة العربية السعودية، والحمد لله اليوم شفنا أن المقترح تطور إلى أرض الواقع، وإحنا على استعداد إن شاء الله لاستقبال المستثمرين السعوديين وتهيئة الأجواء المناسبة ومساعدتهم في تأسيس أعمالهم في مملكة البحرين. الأهمية طبعا هو قرب المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين، وكون المستثمر السعودي هو ثاني جنسية من المستثمرين في مملكة البحرين بعد الجنسية البحرينية، ونطمح إن شاء الله في المزيد من الاستثمارات من إخواننا في المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ علي مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري للشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا بك معنا طبعا في النشرة الاقتصادية. بداية أستاذ، لو تطلعنا عن فكرة إنشاء هذا المركز الهام في مملكة البحرين بالتحديد، وأثر ذلك طبعا على حجم الاستثمارات ككل في البحرين وإمكانية إدراج هذه الاستثمارات بالتالي ببورصة البحرين مستقبلا. مرحبا اختي فاطمة، مرحبتي، مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. طبعا هذه الفكرة انبثقت مثل ما تفضلت في المقدمة، تأسيس مركز المستثمر السعودي في سياق النتائج الإيجابية اللي في حققتها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الأول رئيس مجلس الوزراء عبد الله ورعاه للمملكة العربية السعودية في الخارج. احنا طبعا هدفنا من هذه الفكرة وهذا المركز تسهيل أكثر فأكثر إلى المستثمرين الخليجيين السعوديين بشكل خاص. أسسنا لهم هذا المركز كمركز مصغر لمركز البحرين التجاري المتواجد عندنا في أخذ يعني استثماراتهم بموظفين محترفين. جابون هذا الشخص المستثمر السعودي ويتابعون اموره ويسهلون له الاجراءات في ادخال طلباته وكل استفساراته. نعم نعم بكل تاكيد. نعم، هل راح يعني يجذب المزيد من الاستثمارات لمملكه البحرين، وكيف راح تخدم المستثمرين السعوديين يعني في المستقبل؟ طبعا احنا هدفنا لمضاعفة الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين بشكل تدريجي، لذلك اعطينا اهتمام اكثر فاكثر للمستثمر السعودي. نعم. بحسب العلاقات التاريخية والجغرافية اللي بين البلدين. نعم. مثل ما تفضلت في المقدمة انه هو ثاني وسعادة الوزير بعد اشاد بهذا الموضوع، انه هو المستثمر الاول، نعتبر لان بعد البحريني هو المستثمر الاول في مملكه البحرين، لذلك نعطيه اهميه اكثر على اساس نضاعف استثماراته ومما يعكس على نمو اقتصاد البحريني.
طبعا استاذ، هل هناك اي توقعات لحجم هذا التبادل الاستثماري بين التجاري بين مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه الشقيقه؟ احنا نامل مضاعفه هذه الاستثمارات بشكل تدريجي طبعا، على اساس نوصل الى الحد الاقصى للاستثمار السعودي في المملكه البحرين. نعم الأستاذ الوكيل المساعد طبعا للسجل التجاري للشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر مشاهدينا، وقعت بورصة البحرين ومجموعة ترافكو اتفاقية التعاون تعين بموجبها البورصة كمسجل لأسهم المجموعة. قام بتوقيعها الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو السيد سردار. وبموجب الاتفاقية تقوم البورصة بتقديم حزمة من الخدمات لمجموعة ترافكو تشمل الاحتفاظ بسجل إلكتروني للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي ترافكو، بالإضافة إلى تحديث بيانات سجل المساهمين الناتجة عن التداولات على أسهم المجموعة بما يتفق مع القوانين والتشريعات المنظمة لذلك في بورصة البحرين. وتوفر البورصة بموجب الاتفاقية عددا من الخدمات الإلكترونية التي تشمل تزويد مجموعة ترافكو بشكل فوري بالتقارير الخاصة بنقل الملكية الناتجة عن عمليات التداول في أسهم ترافكو، بما في ذلك نسب تملك المساهمين فيها وكشوف حسابات المستثمرين الخاصة بالمجموعة وتقارير دورية أخرى. أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية تضافر كافة الجهود لمعالجة مشاكل أصحاب الأعمال المتعثرين وحل المعوقات التي تواجههم. ودعت الغرفة خلال اجتماع الرئيس التنفيذي للغرفة محمد الرويحي مع عدد من أصحاب الأعمال المتعثرين إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي وتساعد القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تحريك العجلة الاقتصادية. وأشار الرويحي إلى أن الغرفة قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير حيال ملف المتعثرين، من بينها إنشاء محفظة مالية مشتركة بين الغرفة والتمكين لتقديم المنح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك التواصل مع عدد من الوزارات والجهات الرسمية في المملكة لتسهيل وتخفيف الأعباء التي تواجه التجار المتعثرين. وللمشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة ركاب صينية الصنع. نواصل النشرة مشاهدينا من أداء أبرز البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت بورصة الكويت عند مستوى 6564 نقطة بانخفاض شديد نسبته 2.79% عن معدل الإقفال السابق، طبعا متأثرة بضعف التداول على أسهم قطاعات النفط والغاز والعقارات. أما بالنسبة إلى السوق المالية السعودية فقد أقفلت عند مستوى 6851 نقطة بانخفاض نسبته 1.04%، وذلك عائد على ضعف نشاط أسهم قطاعات العقارات والبنوك. أما بورصة قطر فقد أغلقت عند مستوى 9833 نقطة بنزول النسبة 0.47%، فيما سجلت بورصتي أبوظبي ودبي تراجعا طفيفا نسبته أكثر من 1% متأثرة بضعف نشاطات أسهم قطاع البنوك والعقارات. أما بالنسبة لأداء بورصة البحرين مشاهدينا، فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1324 نقطة بانخفاض نسبته 0.48% عن معدل الإقفال السابق. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,944,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 555,930 دينار، تم تنفيذها من خلال 33 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرون في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبته 71% من القيمة الإجمالية للأسهم.